على أهل قبور السرور. آمين. اللهم أغني كل فقير. آمين. اللهم أشبع كل جائع. آمين. اللهم اكس كل عريان. آمين. اللهم اقض دين كل مدين. آمين. اللهم فرج عن كل مكروب. آمين. اللهم رد كل غريب. آمين. اللهم فك كل أسير. آمين. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. آمين. اللهم اشف كل مريض. آمين. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. الحمد لله، شكرا لله. السلام عليك رسول الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا شهيد كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة المسلمين علي السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، سيدي الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجاك وسهل الله تعالى مخرجاك، واجعلنا اللهم من أنصاره والمستشهدين بين يديه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته.